تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات في شمال قطاع غزة وتعطل نظام الصرف الصحي. 9 منازل على الأقل غمرتها المياه تماماً في منطقة جورة الصفطاوي. طواقم الدفاع المدني عملت على إخراج المواطنين العالقين داخل مساكنهم باستخدام قوارب خشبية. منذ أكثر من 20 عاماً يعيش سكان هذه المنطقة الفقيرة نفس المأساة. المجاري فجادك بمي على الفاضي، كان خشت علينا المجاري جوه، خشت علينا ملأت ابني هذا وغطس في المجاري بالصغير هذا وأشيله من الأرض، وغطس أنا الثاني في المجاري مش عارف ايش اسوي، لأن شفت عليها وعية فيش لنا وعي، كلهم غرقوا في وعينا، كلهم في المجاري غرقوا. إن 20 سنة متعرف على المنطقة هذه. مياه المطر اختلطت بمياه الصرف الصحي، وذلك بسبب سوء شبكات تصريف المياه ونقص المعدات المطلوبة لإعادة إصلاحها. وقد وعدت الحكومة الفلسطينية بمنح شقق جديدة للعائلات التي دمرت مساكنها في غضون شهرين، على أمل التخفيف من وطأة أزمة تتكرر كلما حل الشتاء في قطاع غزة المحاصر.